بكم في درس جديد من تعلم أمن نظم المعلومات وخوارزميات التشفير Cryptography and Encryption. نكمل معكم بالتصميم المتعلق بخوارزمية هيل. فقد أتممنا في الدرس السابق كيفية القيام بالتشفير وأصبح لدينا الشكل التالي. هنا مثلا إذا قمنا بإدخال 3 × 3 وقمنا بإدخال الكي التالي نقوم بالجنريت ومن ثم تشيك فنراه محقق. بعدها نقول سايفر وهنا نريد تشفير مثلا اتاك طبعا كابيتال واذا قلنا ترانسفورم سوف نراه بهذا الشكل. ما اود القيام به الان هو القيام بعكس الاتجاه فاقوم بقص النص المشفر هنا ووضعه في هذا المكان ومن ثم نقوم بالدي سايفر. والقيام بذلك طبعا اولا دعونا نقوم بتصحيح الكتابه فهذه تعبر عن سايفر بهذا الشكل وهنا أيضا. ثم والآن للقيام بفك التشفير كما رأينا خلال الدرس النظري أحتاج إلى القيام بحسابات على المصفوفات منها مقلوب المصفوفة وجوينت وأيضا القيمة التي إذا قمت بضربها مع المحدد determinant سوف تساوي 1 وذلك نسبة إلى المودولو عندما نقوم باستخدامها على السايز الذي نقوم بالتعبير عنه في الألفابت. فالخطوة الأولى هي القيام بجلب هذا التشيك الذي يعبر عن الكي ويجب علي الحصول على هذه الفالي فيجب أن لا تساوي 0. دعوني أقوم بتعريفها خارجا لكي أتمكن من الوصول إليها. بداية تساوي 0 ونقوم هنا بإسناد قيمة لها عند الضغط على هذا الزر. وبعدها عندما نقوم بالضغط على ترانسفورم سوف أقوم بالفحص فهنا سوف أقوم بتعريف الألس والذي من خلالها نقوم بفك التشفير. دعوني أقوم بتعريف تابع خارجا مثلا هنا decipher hill ونقوم أولا بإدخال الماتريكس التي تعبر عن كي وأيضا string يعبر عن text النص المشفر وانتجر size الخاص بهذه الألفابت وأيضا الدايمنشن وهنا نقول ما يلي. بشكل مشابه أحتاج أيضا لإنشاء مصفوفة MC text وذلك للقيام بفك التشفير. فأحتاج إلى القيام بتضمين هذه الكاركترات ضمن المصفوفة التي أبعادها dimension وهنا 1. من ثم سوف نقوم باختبار الفاليو فإذا كانت لا تساوي 0 فهنا قم بهذه العملية. علينا أولا كما قلنا من أجل القيام بحساب المقلوب المتعلق بالdeterminant فسوف أقوم بحسابها وذلك من خلال إيجاد القيمة التي إذا قمت بضربها بالمحدد سوف أحصل على 1 بعد القيام بحساب باقي القسمة والمودولو على الألفابت سايز. فهنا سوف أقوم بإنشاء وايل طالما الآي فنقوم هنا بإنشاء مثلا إندكس آي في البداية يساوي 0 وهنا طالما هذا الآي أصغر من الألفابت سايز لينك وأيضا إذا كانت هذه الآي ناتج ضربها مع الفاليو وقمت بعدها بحساب باقي القسمة على الألفابت لين الطول الخاص بها طالما لا يساوي 1 فقم بالدخول إلى هذه الحلقة وهنا نقوم بالزيادة على هذه الآي بشكل مشابه ومطابق للشرح النظري. بعدها بعد الحصول على القيمة التي تعبر هنا على مقلوب الديترمينال يعني أقوم بتسميتها مثلا اسم يعبر عنها مثلا inverse determinant بهذا الشكل سوف يكون ذلك معبر أكثر. تمام وهنا سوف نقوم بالاختبار فإذا قمت بالخروج من هذه الحلقة لتحقق هذا الشرط فمعنى ذلك أنه يوجد inverse أستطيع القيام باستخدامه وإلا إذا تجاوز الحد هنا هذه الألفابت أعلم بذلك أن ليس لديها inverse فهنا نقوم بالاختبار أساسا لهذا الشرط. فنقول هنا طالما الانفيرس أصغر من الألفابت سايز وهنا قم بما يلي قم بإنشاء ماتريكس تعبر عن المقلوب inverse وهنا أحتاج أولا كما قلنا إلى مقلوب determinant ضرب الأدجوينت ماتريكس كما رأينا أقوم بحساب الأدجوينت وذلك بشكل مباشر فنقول هنا كي adjoint هذه الخطوة الأولى وأقوم بضربها بهذه الانفيرس determinant وعملية الضرب تكون من خلال الكلاس الخاص بالماتريكس بشكل مباشر فنقول multiply
نقوم بإدخال الماتريكس ومن ثم هذه الانفرس ديترمينانت. فيتشكل لدينا الانفرس تمام. وبعدها سوف أقوم بالعبور على هذه الكاركترات الموجودة في النص. فنقول هنا y. طبعا دعوني أقوم بإنشاء index للتعبير عن هذه الكاركترات. في بداية تساوي صفر، وهنا طالما هذا الindex أصغر من text size فهنا أقوم بما يلي. وهنا أيضا بشكل مشابه نقوم بإنشاء حلقة للسير بمقدار dimension وذلك على هذا الindex. فنقول هنا طبعا السير يبدأ من عند الindex ونقوم هنا بإضافته إلى الدايمنشن أيضا بشكل مشابه. وهنا نقول هذه الMC text matrix وذلك عند هذه الI باقي قسمتها على السايز الخاص بالألفابت. فما رأينا وشرحنا هذه الخطوة في عملية التشفير. وبعدها عند العمود الوحيد والذي هو الصفر قم هنا بإسناد ما يلي. سوف نقول new fraction وهنا نقوم بإدخال الإندكس والقيمة العددية التي تعبر عن هذا الكاركتر. فنقول index of وهنا نقوم بالتعبير عن text وذلك عند هذا الإندكس بهذا الشكل تمام. لا ننسى القيام بتسكيره. وفي حال لم أقوم بالدخول هنا منذ البداية فسوف أقوم بطباعة else مثلا message box مثلا بهذا الشكل. وهنا في كل مرة أقوم بجلب هذه القيمة العددية المعبرة عن هذه الكاركترات للنص المشفر وأقوم بتضمينها في هذه الأري. بعدها نقوم هنا بزيادة على هذا الإندكس أيضا بمقدار dimension ومن ثم نقوم باستخدام هذه المصفوفة التي أنشأناها في حساب العمليات ونقول هنا قم بجداء هذه المصفوفة مع مصفوفة الإنفرس. فنقول هنا multiply inverse مع هذه الMC text. فهذه 3 × 3 وهذه 3 × 1 وأستطيع القيام بالضرب والناتج كما قلنا 3 × 1. وأستطيع أيضا القيام بحساب المودلو وذلك على الألفابت سايز. فنقول هنا matrix mod هذه المصفوفة الناتجة وذلك باقي قسمتها على اللينك الخاص بالألفابت. من ثم سوف أقوم هنا أيضا بإنشاء حلقة للسير على هذه الكاركترات الموجودة هنا وأقوم بتضمينها في مكان النص المشفر على أنه عملية الديسايفرينج فأقوم بالحصول على النص الأصلي. نقوم هنا بالسير وذلك ليكون مثلا K وهنا بمختار دايمنشن. في كل مرة نقوم عند هذا المكان والذي اسمه سايفر هيل تكست سوف نقوم الآن بوضع النص الأصلي. فنقول سايفر هيل تكست عند التكست قم هنا بإضافة الألفابت وذلك عند الهيل ماتريكس عند هذا الإندكس والعمود الوحيد العمود الصفري ومن ثم دبل للوصول إلى هذه القيمة. وأستطيع هنا القيام بقصها على انتجر بهذا الشكل. وهنا سريعا لنعود ونقوم بالشرح قمت هنا بحساب مقلوب المصفوفة وبعدها قمت هنا بوضع الكاركترات المعبرة عن النص المشفر بمقدار dimension وهنا قمت بوضعها في هذه المصفوفة. لنقوم بعدها بضرب مقلوب المصفوفة بهذه المصفوفة للحروف المشفرة وحسبنا باقي القسمة على السايز الخاص بالألفابت. فنتجت لدينا هذه المصفوفة أي تعبر عن النص الأصلي. وقمنا هنا بالاستعلام عنها وهذه الاندكسات وذلك نسبة إلى هذه الألفابت وقمنا بتضمينها في هذه التكست بوكس بهذا الشكل. وأولا أيضا أستطيع القيام بإضافة بعض الأمور المساعدة. فهذه في البداية سوف أقوم بتصفيرها مثلا سوف نقول clear بهذا الشكل. لنرى الآن إذا كانت تعمل دون أي مشاكل. دعونا نتأكد من الكود أولا. طبعا هنا يجب أن لا تكون هذه alphabet size alphabet link وإنما يجب أن تكون dimension. فهذه تعبر عن الدايمنشن كما قمنا بتعريفها هنا تمام. فيجب أن لا تتجاوز هذه القيمة. يجب هنا أن يكون ناتج الضرب بين هاتان القيمتان وباقي قسمتهما على الألفابت سايز لا يساوي الواحد وليس الصفر. فهذه بعض الأمور التي يجب القيام بإصلاحها. لنرى الآن ونتأكد ما إذا كانت تعمل دون أي مشاكل. سوف أقوم بتطبيق نفس الكي الذي قلنا باستخدامه سابقا. فإذا قلنا هنا مثلا
طبعاً كابيتالتر كما قلنا ببرمجتها. لنرى generate check نلاه valid key. تمام، نقول هنا attack، فهذا ناتج التشفير. وإذا قلنا فك التشفير decipher فنراها attack. ممتاز جدا، بهذا الشكل نستطيع القيام بالتشفير وفك التشفير. لكن أعتقد إذا قمت بإضافة مسافة هنا، دعوني أقول مثلا attack tomorrow، هنا يوجد مسافة وهي غير متضمنة في الألفابت، فدعوني أرى ما إذا كان ذلك سوف يولد مشكلة. لنقوم الآن بتشفيرها، نراها بهذا الشكل. دعوني الآن أقوم بفك تشفيرها لتأكد من عملها، نراها attack tomorrow، ولكن أعتقد قام بتعويض هذه السبيس بهذا الشكل. فأستطيع القيام أيضا بإضافة هذه السبيس إلى الألفابت، يعني أقوم بالذهاب إلى مكان الألفابت. أعتقد في البداية قمت بوضعها هنا. لنرى الآن، وأستطيع القيام بإضافة على هذه الألفابت كيفما أشاء، يعني أقوم بالكتابة مرة ثانية، ولكن الإعدادات المتعلقة بتقبل الكي سوف تتعدى نسبة إلى هذه الألفابت سايز. هنا C E F J C B B R H. لنرى أصبح الآن غير فالي، تمام، لأن العدد هنا زاد بالنسبة لهذه الماتريكس. دعوني أقوم بالتعديل قليلا. يجب علي القيام بكتابة الكي المناسب، وهذه هي السلبية المتعلقة بهذه الخوارزمية. اختيار الكي ليس بالأمر السهل، وذلك لاستخدامه في عملية التشفير وفك التشفير. لذلك علي القيام بالتجريب مليا حتى أصل إلى الكي الذي يستطيع القيام باستخدامه. دعني أقول مثلا هذا valid key. تمام، دعونا نقوم الآن بالتشفير. إذا قلنا attack tomorrow لنرى قام بتشفيرها بهذا الشكل. وإذا قلنا قم بفك التشفير فنرى كيف قام بفك تشفيرها مع وضع السبيس هنا. ممتاز جدا، بهذا الشكل أستطيع القيام بتدعيم هذه المصفوفة بالإضافة على الألفابت. ولكن هنا أيضا بالنسبة لهذا الكي، فدعوني على سبيل المثال أقوم بتدعيم هذا الكي وأجعل الخوارزمية تتقبل المزيد من هذه المفاتيح. فدعوني أقوم بالتجريب مرة ثانية. هنا على سبيل المثال إذا قمت بجعلها 2 وقلنا هنا مثلا R B L A نرى كيف أنه invalid. دعوني أقوم مثلا بعملية معينة وذلك لتدعيم هذا الكي وجعله ربما مقبولا. بالنسبة لعملية التشيك هنا سوف أقوم بدل القيام بحساب باقي القسمة بشكل مباشر، سوف أقوم بإضافة هنا أيضا السايز المتعلق بهذه الألفابت. فكما قلنا السايز باقي قسمته على نفسه سوف يكون 0، فهذه القيمة حيادية سوف أقوم فقط بإضافتها لتدعيم القيم السالبة بهذا الشكل. لنرى الآن، نقول check، نراها الآن أصبحت valid. لنرى إذا كنت حقا أستطيع القيام بالتشفير نسبة إليها. طبعا هنا بما أنها 2 فيجب هنا علي التأكد من أنني أقوم بإدخال أعداد زوجية 2 4 6. محققة، تمام. إذا قلنا التشفير قام بتشفيرها بهذا الشكل. إذا قلنا التشفير نراها attack. ممتاز، إذا بهذا الشكل أستطيع القيام بتدعيم هذه المصفوفة وهذه الخوارزمية بهذه الأساليب المختلفة. وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية درسنا لليوم. تعلمنا فيه كيفية القيام ببرمجة خوارزمية هيل، وذلك باستخدام العمليات المختلفة على المصفوفات. شكرا لكم لحسن استماعكم، وألقاكم في الدرس القادم. سلام.